ينضم معنا حاليا محمد الطاهر مدير مكتب وكالة الأنباء اليمنية في تعز. أهلا بك أستاذ محمد. أولا، لماذا تحاول الميليشيات الانقلابية تكرار محاولة استهداف ميناء المخا بالزوارق المفخخة وتعطيل الملاحة فيه؟ نعم، كما هي العادة ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح لم تجد أمامها أمام الضربات الموقعة والانهزامات المتوالية في كل الجبهات، سواء كان في تعز أو في الساحل الغربي بعد معسكر خالد ومثلث المخا، لا تجد أمامها إلا أن تترك أو أن تترك ميناء مدينة الحديدة أو تتخذ منه وسيلة أو هدفا عسكريا للانطلاق نحو ميناء المخا وتوجيه ضربات ليس لميناء المخا فقط، واستخدام زوارق ليست يمنية أو بالأساس استخدام زوارق إيرانية بالذات، ولكن استهداف المياه البحرية بشكل أساسي والانطلاق من هذا الميناء ورفض تسليمه ورفض الاستجابة لتخفيف معاناة أبناء الحديدة وكذلك رفع المعاناة عن ميناء عن أبناء الحديدة وتسليم ميناء الحديدة لإدارة محايدة تشرف عليها الأمم المتحدة بالأساس، لكن هذه الميليشيا هي لا تهمها معاناة المدنيين ولا معاناة، هي في الأساس تحاول أن توجه بعض أو أن تنتصر في بعض الحاجات من خلال إيهام أتباعها بأنها تحقق انتصارات سواء بتوجيه ضربة هنا أو هناك في ميناء المخا أو في المياه البحرية بشكل أساسي، كما قلنا في الأساس للتذكير بأنها لا زالت طيب. موجودة وأن الأرض لا تتآكل من تحت أقدامهم. طيب أستاذ محمد، كيف تصنف هذه العمليات التي تستهدف تعطيل الملاحة المتكرر في المخا في وقت حولت الميليشيات من المخا إلى سوق سوداء ومنطلقة للعمليات الإرهابية؟ نعم، هذه العمليات هي عمليات في الأساس إرهابية، ولا بد للمجتمع الدولي أن يعي أن هذه العمليات التي تستهدف الآن ميناء المخا هي في الأساس تستهدف الملاحة الدولية وخط الملاحة الدولية التي كانت تحاول ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح السيطرة عليه وبس السيطرة عليه من سواء من ابتداء من باب المندب وحتى ميناء المخا، لكن التحالف العربي وكذلك الجيش الوطني والذي عمل أو خاض معارك شرسة وعنيفة واستطاع انتزاع هذا الساحل أو انتزاع هذا الساحل من مخالب هذه الميليشيا التي تحاول ارتكاب العملية الإرهابية في المياه البحرية بشكل متوالي وبشكل مستمر، وبالتالي لابد على المجتمع الدولي أن يعي أن هذه المخاطر ستمس الجميع، وبالتالي لابد من اتخاذ إجراءات دولية مخولة ضد هذه الجماعات الإرهابية. طيب، سؤالي الأخير لك أستاذ محمد إذا سمحت، كيف نربط بين هذه العمليات الفاشلة للإنقلابيين من جهة والخسائر التي تتكبدها أيضا في الجبهات العسكرية المختلفة من جهة أخرى؟ نعم، هذه الميليشيا خلال الأيام الماضية تلقت أو خسائر فادحة سواء كان بعد معسكر خالد ومثلث المخا، والآن حاليا تدور المعارك في مركز مديرية موزع والوازعية وهي أراضي تنتزع من سيطرتها بشكل كامل، وهي كانت تتخذ منها معسكرات للانطلاق نحو تعز، الآن المعارك تدور في مفرق المخا وكذلك في مفرق شرعب، الحوثيون الآن أصبحوا بين فكي كماشة ابتداء من مفرق شرعب وحتى ميناء المخا أو مدينة المخا بشكل أساسي، وبالتالي التعز تتهيأ للانتصار كبير وهو انتصار الجبهة الغربية بشكل أساسي، حيث تضغط قوات التحالف ومعها الجيش الوطني ومقاتلات التحالف العربي على الساحل الغربي التي تقترب من الوازعية وموزع كما قلنا وباتجاه البرح، وحاليا يضغط الجيش الوطني باتجاه مفرق شرعب وهو بالتالي كما قال التقرير قطع طرق الإمداد كافة وانتصار الجبهة الغربية وانتصار لتعز وفك الحصار بشكل أساسي وربط تعز بميناء المخا وميناء الحديدة، وبالتالي فإن هذه الهزائم بلا شك موقعة بشكل أساسي وتضعهم في إحراج أمام أتباعهم الذين المغرر بهم، وبالتالي تحاول هذه الميليشيا سواء كان مثلا استهداف مثل هذه الزوارق أو الحوادث الإرهابية التي تنقذها من الفشل أمام أتباعها. طيب، شكرا لك جزيلا الأستاذ محمد الطاهر مدير مكتب وكالة الأنباء اليمنية، كنت معنا من تعز معلقا على استهداف الحوثيين لميناء المخا، شكرا جزيلا لك.